السلام عليكم ورحمة الله. تعرضت الهند لأمطار غزيرة أدت لفيضانات غمرت المنازل ودمرت المركبات، هذا وقد تم جرف معابدهم بسبب قوة الفيضانات، ظانين أن معابدهم وقربانهم ستنفعهم من دون الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أغلقت مدارس في الهند بعد أمطار موسمية، وباكستان تتأهب لفيضانات جديدة. أغلقت السلطات الهندية المدارس في العاصمة نيودلهي اليوم بعد هطول أمطار موسمية غزيرة تسببت في انزلاقات أرضية وسيول في شمال البلاد، الأمر الذي أسفر عن مقتل 15 شخصا على الأقل تقدير في الأيام الثلاثة الماضية. من جهتها تتهيأ باكستان لفيضانات جديدة متوقعة، علما أنها لم تتعافى بعد من تلك التي نكبتها في عام 2022 الماضي. وقد أدت الأمطار الغزيرة التي انهمرت في الهند في عطلة نهاية الأسبوع المنصرم إلى غمر أجزاء من نيودلهي بالمياه التي غمرت الطرقات، في حين تقطعت السبل بالسكان. وتعد ولايات التلال الشمالية والأكثر تضررا، إذ توفي فيها 10 أشخاص من جراء فيضانات وانزلاقات أرضية في ولايتي هيماشال براديش وأورتخاند، بحسب وكالة الأنباء بريستريس أوف إنديانا الهندية. وكذلك توفي شخص في نيودلهي وقتل 4 في الشطر الهندي من إقليم كشمير. كما وعطلت الانزلاقات الأرضية الناجمة عن الأمطار حركة المرور على الطرقات السريعة الرئيسية في أورتخاند، وهي ولاية تلال سياحية في جبال الهيمالايا، الأمر الذي أدى إلى تحذيرات للسكان بعدم الخروج من منازلهم إلا إذا لزم الأمر. وقد استخدمت السلطات مروحية لإنقاذ الناس فيما جرفت الجسور والمنازل في هيماشال براديش المجاورة. وتوقعت وكالة الأرصاد الهندية هطول مزيد من الأمطار الغزيرة في الشمال في الأيام المقبلة، وأضافت أن الأمطار الموسمية في كل أنحاء البلاد تسببت بالفعل في هطول الأمطار بنسبة تزيد 2% عن المعتاد. وتشهد الهند بانتظام فيضانات شديدة في أثناء موسم الرياح الموسمية الذي يمتد ما بين يونيو حزيران وسبتمبر أيلول من كل عام، ويتسبب في معظم الأمطار السنوية في جنوب آسيا. يذكر أن الأمطار مهمة بالنسبة إلى المحاصيل التي تزرع خلال الموسم، لكنها تسبب أضرارا جسيمة في أحيان كثيرة. ويقول العلماء أن الرياح الموسمية صارت أكثر تقلبا بسبب تغير المناخ الاحترازي العالمي، الأمر الذي أدى إلى الانزلاقات الأرضية المتكررة وفيضانات مفاجئة في شمال الهيمالايا بالهند. وبدوره في باكستان المجاورة التي تعرضت كذلك للرياح الموسمية، كانت السلطات في حالة تأهب للفيضان الأول في الموسم بعد أن حولت الهند المياه من السدود إلى نهر رافي الذي يتدفق من الهند إلى باكستان. وأوضحت وكالة إدارة الكوارث الباكستانية أن عمليات الإجلاء جارية من الأراضي المنخفضة في إقليم البنجاب الشرقي، وبين مسؤول أن أكثر من 150 شخصا نقلوا خلال الليل من قريتين رولان وسيكالوت، ولقي 26 شخصا على الأقل تقدير حتفهم في باكستان في حوادث مرتبطة بالطقس منذ 25 يونيو الماضي. إذ أثرت الأمطار الغزيرة على عشرات الآلاف الأشخاص فيها، وأفاد باكستان بأن نيودلهي أبلغت إسلام أباد بتحويل المياه إلى نهر رافي بحسب ما هو محدد بموجب معاهدة مياه أندوس لعام 2069 التي توسط فيها البنك الدولي. وتجدر الإشارة إلى أن باكستان التي تعاني من ضائقة مالية ما زالت تكافح من أجل التعافي من فيضانات صيف عام 2022 الماضي التي أودت بحياة 1739 شخصا
وتسببت في خسائر بقيمة 30 مليار دولار أمريكي. لمعرفة حالة الطقس اليوم في بلدك تابعنا ليصلك كل جديد.